قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله ومصدق بالسحر، وقد مر معنا أن التنجيم نوع من أنواع السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وإذا صدق بالنجوم فإنه مصدق بالسحر، والمصدق بالسحر لا يدخل الجنة. قال هنا ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وإدمان الخمر من الكبائر، قال وقاطع الرحم وهي من الكبائر، ومصدق بالسحر وهو أيضا من الكبائر. مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات من مما يسمونه البروج، يضعون صفحة أو أقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة، برج الأسد والعقرب والثور إلى آخره، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان المرء أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا، وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير، الاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة. ووجوده في المجلات وفي الجرائد على ذلك النحو وجود للكهان فيها، فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم، لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا، يجب إنكاره على كل صعيد. ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يدخله بيته وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه، لأنه إن رأى تلك البروج وما فيها ولو أن يعرف ذلك معرفة فإنه يدخل في النهي، من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير منكر له. فإذا أتى لهذه البروج وهو يعرف البرج الذي ولد فيه ولكن يقول سأطلع ماذا قالوا عني أو ماذا قالوا عما سيحصل لمن ولد في هذا البرج، فإنه يكون كمن أتى كاهنا فسأله، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وإذا أتى وقرأ وهو يعلم برجه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه فهذا سؤال، فإذا صدقه به فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة، فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد، وألا يؤثم المرء نفسه ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت، لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت، وهذا والعياذ بالله من الكبائر. فواجب إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يدحر أولئك.